هل تلقيت أي عروض مؤخرا من الكرة المصرية من الدوري المصري؟ لا. هل تتابع المنتخب المصري؟ هل تتابع الكرة الأفريقية في الفترات الأخيرة؟ No, non l'ho seguita perché preferisco guardare il modo di più la nostra Serie A, la nostra Serie B. للأسف لم يكن لي الحظ أن أتابع دورة أبطال أفريقيا، ولكن تابعت بعض الفرق في الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي لكي أتابع بعض اللعيبة الأفارقة الذين بيلعبوا في الدوري الإيطالي. تعرف جيدا كارلوس كيروش المدير الفني المنتخب مصر المدير الفني الاسبق لريال مدريد ومساعد سير أليكس فيركسون في مانشستر يونايتد. كارلوس كيروش اللي كنا شايفه انا كابيتو لا للاسف